اهلا بحضراتكم من جديد، وحالا جولتنا الاخباريه السريعه اللي بنعرفكم فيها من خلال ساعه صبحيه ايه اللي بيحصل في بلدنا مصر. ولكن قبل ما نبدا جولتنا الاخباريه واقول لكم اخبارنا ايه او الاخبار اللي معانا النهارده، هيكون معانا على التليفون دلوقتي استاذ محمد صابر، محرر الشؤون المروريه بالاذاعه المصريه. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك استاذ اسماء. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اخبار الطرق ايه النهارده؟ انا ملاحظه كده النهارده ان في حركه وكان المدارس جت واحنا لسه ما فيش دراسه وما فيش حاجه، بس في زحمه شويه. خلينا طبعا في البدايه، طبعا منذ ان بدات فتره الذروه السطحيه والجنائيه دلوقتي وشك الانتهاء، معدلات السير النهارده بصفه عامه يمكن بتتجاوز ما بين 65 الى 70%. أهم ما تم رصده خلال فترة الذروة الصباحية على كافة محافظات الوجه البحري، يمكن ما زالت حتى الآن الحركة المرية فيها بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، وأيضا محافظات الوجه الإبري والطرق المؤدية إليها. أما بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية المداخل ومخارج القاهرة والجيزة والأيوبية، يمكن إحنا زي ما إحنا عارفين عندنا أعمال تطوير أعلى قطاعات الطرق الدائرية، و بالتالي في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور نشر الخدمات المروريه باشراف السيد اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير مدير الاداره العامه للمرور، اللي وجه بنشر هذه الخدمات المروريه اثناء فتره الاعمال واثناء وضع علامات الارشاديه امام قائدي السيارات. من اهم هذه الاماكن تحديدا عندنا بعض الاحجام اللي ظهرت عندنا اعلى منطقه الكنيسه اللي جاي من مناطق المريوتية الآن ومتجه لمناطق المنيب، وكذلك أيضا أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مناطق أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان. بيفضل سلوك محور رود الفرج أفضل حالا في هذا التوقيت. أما بالنسبة لباقي قطاعات الطرق الدائرية، يمكن ما زالت حتى الآن الحركة المرورية فيها مرضية تماما، ما ننصحش بتغيير أي مسارات. بالنسبة للحركة المرورية داخل محافظة القاهرة، يمكن الحركة فيها دلوقتي تعتبر اقل من معدلاتها عدا منطقه صلاح سالم. كان عندنا في ما قبل مدخل او ما قبل مطلع كوبري السيده عائشه كان عندنا تحديدا كسر ماسوره مياه صرف صحي، وتم اختار غرفه عمليات المحافظه وتم الانتهاء من هذه الاعمال. بالنسبه لي باقي الطرق زي ما احنا عارفين ان عندنا في محور شوزيف تيتو انشاء كوبري سيارات، وبالتالي فتره الذروه الصباحيه بيبقى لها طابع خاص للحركه المريه. بيفضل سلوك جسر السويس اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي في هذا التوقيت، وايضا محور الفردوس بصلاح سالم بعض الاحجام نتيجه ان في اعمال تطوير محور الفردوس. بيفضل سلوك محور النصر اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. بالنسبه لمحاور الجيزه، يمكن كافه المحاور فيها الان ما زالت حتى الان بتعمل بشكل مرضي عدا شارع السودان امام محطه مترو الجامعه. عندنا بعض الاحجام اللي ظهرت معانا نسبيا، عشان كده اللي جاي من اعلى كوبري فيصل وبيسمعنا ورايح لمناطق الدقي ممكن نسلك النهارده شارع مراد او شارع الجامعه، هيكون افضل حالا في هذا التوقيت. بعد ذلك الحركه المريه على كافه محاور الجمهوريه مرضيه تماما عدا المحاور اللي ذكرها الساده المستمعين. تمام. بالنسبة للتراخيص الجديدة اللي هي التكنولوجيا فيها، كل حاجة فيها تكنولوجيا، والحقيقة تم افتتاح أكتر من وحدة تراخيص، تكلمنا عن وحدات التراخيص المرورية الجديدة. يمكن خلينا في البداية زي ما حضرتك تفضلتي وأشرت أستاذ أسماء، يمكن عندنا تطويرات على مستوى وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية. يمكن خلينا نبرز النهاردة من أهم ما تم تطويره خلال هذه الفترة، هي وحدة مرور التجمع الخامس، وده بتشمل أو تحديدا في إطار جهود وزارة الداخلية التي تبذلها للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية لارتقاء بالأداء الأمني لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات على السادة المواطنين. وبناء على توجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية، يمكن مديرية أمن القاهرة حرصت على تبسيط الإجراءات للسادة المواطنين لحصولهم على خدمة سريعة في أقل وقت بناء على توجيهات السيد اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير لقطاع أمن القاهرة لتحديث أساليب التفاعل مع السادة المواطنين. يمكن النهاردة بنتكلم على
تطوير واحد التراخيص مجمع او مجمع تراخيص القاهره الجديده باشراف السيد المقدم احمد ماهر في رفع الكفاءه والارتقاء باحدث التقنيات. طبعا ده بيؤدي معانا وبيساهم في تحقيق اهداف الوزاره الرميه. يمكن عايز اقول لحضرتك دوت او تحديدا بيشمل 8 شبابيك في او تحديد 8 شبابيك في كل اتجاه، يعني بيشمل 16 شباك بنظام الترقيم الالي لتقديم خدمات جماهيريه للمواطنين لاستخراج الدوره المستنديه في عده، وكذلك ايضا بتوجد ساحه متطوره لاجراء الاختبارات القياده. برضو للعلم ان مجمع تراخيص مرور تجمع ثالث باشراف السيد المقدم احمد ماهر ده اولا واخيرا عايزين برضو نوضح لاسناده المشاهدين ان ده بيشمل رخص القياده فقط، رخص القياده استخراج رخصه اول مره او تجديد رخصه القياده لسكان مناطق النزهه وشيراتون ومدينه نصر اول وثاني والمقيمين في هذه المنطقه، وده لتجديد هذه الرخص فقط لا غير. فيها داخل هذا المجمع ساحه متطوره لاختبار القياده ولوحه مستحدثه لاختبارات الاشارات والعلامات الضوئيه، وتم تخصيص مكان مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، بنشكر حضرتك جدا على معلوماتك الحقيقه المهمه والمبشره يعني عن المرور وعن تراخيص المرور الجديده اللي معموله على اعلى طراز او اعلى تكنولوجيا موجوده عالميا لراحه المواطنين. شكرا جزيلا استاذ محمد صابر محرر الشؤون المروريه بالاذاعه المصريه، شكرا جزيلا مره ثانيه. نروح بقى لجولتنا الإخبارية، وأول خبر معانا الرئيس السيسي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن أمس الأول الثلاثاء نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد أن قطع التلفزيون الرسمي الكويتي بثه قبل إعلان الخبر، وبث آيات من القرآن الكريم البقاء لله في وفاة المغفور له الأمير دولة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الحقيقة علاقات قوية بتربطنا بدولة الكويت، وده اللي خلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه لتقديم واجب العزاء البقاء والدوام لله. تاني خبر معانا، السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري لمصر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري لمصر ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم، لتعظيم موقع مصر الجغرافي الفريد وما يربطها من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة ورئيس شركة أمون للتوكيلات الملاحية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض تطوير منظومة النقل البحري وإدارة المواني في مصر. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما حريص على انه موقع مصر يستغل بجميع الطرق وتعظم كل مواردنا، ان احنا عندنا موارد مائيه كتير، فانه يبقى في نقل بحري ونقل نهري علشان يبقى في عندنا كذا طرق لنقل تجاري بيننا وبين كل الدول. معانا على التليفون دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا استاذه اسماء. صباح الخير اولا، واخبار درجات الحراره ايه النهارده؟ احنا حاسين انه درجه الحراره مرتفعه شويتين، فحضرتك تقول لنا ايه على حراره الجو؟
نقول ان ان شاء الله بنحب نطمن كل الساده المشاهدين ان اليوم الخميس في انخفاض تدريجي في درجات الحراره، وانكسرت الموجه اللي كانت بتسود البلاد منذ السبت الماضي. الانكسار ده يتمثل في انخفاض 3 درجات اليوم عن الامس على القطاع الشمالي. متوسط درجة الحرارة العظمى بالأمس كانت 36 درجة مئوية على القاهرة، اليوم إن شاء الله ستكون 33 درجة بانخفاض 3 درجات، وغدا هيكون أفضل. والانخفاض ده هيمتد إن شاء الله مساء غدا الجمعة إلى محافظات الصعيد، وبالتالي إحساسنا بالطقس هيختلف. يعني لكن النهاردة يمكن سرعة الرياح هادئة، وده اللي مخلي إن إحنا لسه في الساعات الأولى من النهار لم نشعر بهذا الانخفاض في درجة الحرارة، نتيجة لأن لسه الرطوبة مرتفعة وكمان في هدوء للرياح. وطبعا الانخفاض ده بيختلف من منطقة إلى أخرى، يعني نلاقي مثلا في جنوب القاهرة وفي مدينة 6 أكتوبر أو مدينة الإنتاج الإعلامي هناك برضو الانخفاض فيها ممكن يكون درجتين مش 3 درجات، لأن طبعا الانخفاض بيبدأ في قطاع السواحل الشمالية ثم الدلتا والقاهره، ومع تقدم ساعات النهار بيصل هذا الانخفاض. الطقس خلال فترات الليل هيكون لطيف على اغلب انحاء الجمهوريه، وبل يميل للبروده في اخر الليل على المناطق المفتوحه زي المدن الجديده في 6 اكتوبر والعبور والقاهره الجديده. طبعا. نظر لوجود تيارات هوائيه بتبقى موجوده، هيبقى في كميات من السحب تظهر مع تقدم ساعات النهار، سحب منخفضه، ودي اكبر دليل على انخفاض درجه الحراره. لكن المنازل وداخل المباني السكنية لم تشعر بهذا الانخفاض، لأن ما زالت المباني السكنية محتفظة بكميات حرارة، لأن خلال فترة الصيف طبعا. عشان كده بنقول إن الجو حر، يعني عشان كده احنا لسه حاسين إنه الجو لسه حر. بالتأكيد يا أستاذة أسماء، لأن طبعا لم نشعر بهذا الانخفاض إلا في المناطق المفتوحة والمناطق أو المدن الجديدة تحديدا يعني. إن شاء الله متوقعين تحسن واستمرار في الأحوال الجوية. احنا في فترة استقرار كبيرة هنعيشها على مدار الاسبوع دوت والاسبوع القادم، والاستقرار ده بيتمثل في ان فعلا درجات الحرارة هتكون حول المعدلات الطبيعية. يعني ما بقول حول المعدلات الطبيعية، هو المفروض شهر اكتوبر بدايته النهاردة، ففي معدلات جديدة. متوسط درجة الحرارة العظمى على القاهرة بتبدأ من 30 وبتنتهي في اخر الشهر الى 26 درجة ونص، فاحنا لما نقول 33 هي لسه اعلى من المعدل الطبيعي ليها، منتظرين تحسن ان شاء الله في الاحوال الجويه ايضا. ويمكن دوت اكبر دليل لان مرتفع الجوي اللي بيأثر على جنوب اوروبا بدا يأثر على المناطق الساحليه الشماليه عندنا ومحافظات الدلتا والقاهره، ان شاء الله يتقدم تدريجيا الى المناطق الجنوبيه. شكرا لحضرتك جدا دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه، يعني طمنتنا شوية على حالة الجو. إن شاء الله نتمنى أنه الجو يتحسن الفترة اللي جاية زي ما حضرتك بتقول لنا. الخبر التاني اللي معانا، الزراعة تطلق لجان لتنفيذ برامج تلقيح الماشية وتوفير الدعم لمراكز الألبان. قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن هناك لجان بيطرية لمتابعة استكمال برامج ترقيم رؤوس الماشية ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات، حتى يتم تحديث الحصر بشكل دوري من أجل توفير البيانات الصحيحة والتي تساعد في وضع الخطط وتحديد الاحتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية ومراكز تجميع الألبان والرقابة على عدم ذبح الإناث والبتلو من خلال لجان مرورية ومتابعة جادة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة. حقيقة دايما وزارة الزراعة صحية جدا، ودايما في لجان، ودايما حريصة على أنه ما يتمش ذبح البتلو وصغار الإناث علشان يكون في ثروة حيوانية، لأنه الصغيرين دول هم اللي هيكبروا هتبقى الثروة الحيوانية بتاعتنا، فلما بتتذبح وهي صغيرة خلاص ما فيش عندنا صغيرين أو ما فيش بتلو، يعني المفروض إن البتلو ما بيتذبحش. آخر خبر معانا النهاردة، وزارة الهجرة تطلق رسميا مبادرة اتكلم مصري لأبناء المصريين بالخارج.
تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم فاعلية الإطلاق الرسمي لمبادرة اتكلم مصري، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي، لتتيح المبادرة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها. وتشهد الفعالية حضور كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكتاب الرأي. ده كان آخر خبر معانا النهاردة. معانا على التليفون الكاتب الصحفي علاء حيدر للتعليق على خبر بتاع مبادرة اتكلم مصري لأبناء المصريين في الخارج. أهلا بحضرتك أستاذ علاء. أستاذ علاء. أيوة فندم، سامع سعادتك، اتفضلي. أهلا بحضرتك معنا في ساعة صبحية. أهلا بسعادتك، أهلا وسهلا وأهلا بالمشاهدين. رب. أهلا بحضرتك. حضرتك عارف أنه أبناء المصريين في الخارج غالبا بيكونوا في فجوة كبيرة بينهم وبين وطنهم الأم مصر الحبيبة، فالمبادرة دي حضرتك تعلق عليها إزاي؟ طبعا ده في غاية الأهمية. احنا عندنا تقريبا 10 مليون مصري في الخارج، وتحويلات المصريين في الخارج من أهم مصادر الدخل القومي المصري أو من العملة الصعبة المصرية. تمام. وأعتقد يعني المبادرة في غاية الأهمية، لأن الجيل الثاني أو الجيل الثالث بالذات اللي هو ثالث جيل من الأبناء المصريين اللي هاجروا في الخارج، بدأ كثير منهم يفقد اللغة العربية ويتحدث باللغة بتاعة الدولة اللي عايش فيها، ويفقد كمان الثقافة بتاعة الدولة ويرتبط بالثقافة الموجودة في الدولة اللي عايش فيها. فمهم جدا أن يكون هناك ارتباط بهذه الدولة بالوطن الأم، وأعتقد أنه أهم حاجة في هذا الإطار أن يكون هناك ارتباط طبعا بين كل مؤسسات مصر اللي موجودة في الخارج، سواء السفارات القنصليات لو فيها هيئة الاستعلامات عندها مكاتب أو وكالة أنباء الشرق الأوسط أو خلافه، إما من خلال أن هم يأتوا هنا إلى مصر ويمضوا الأجازة. أن كثير من أبناء المصريين عندما يمضون الأجازة في مصر هنا بيشعروا بقدر كبير جدا من الدهشة، ولم يكونوا يتخيلوا أن مصر بهذا الجمال. وعندما يأتوا مرة بيأتوا مرة تانية. كان عندي ولاد أختي نفس الحكاية، جم من بره زاروا مرة، بقوا كل سنة لازم يجوا مصر دلوقتي، وبالنسبة لهم هي الأساس. يقول لك لا، رحنا 100 دولة، هي مصر هي الأساس. لكن مهم جدا كمان أن نربطهم بمصالح مصر الوطنية. على سبيل المثال، شفنا قد إيه الجزيرة مثلا، قناة الجزيرة نشرت فيديو مفبرك، المفروض بقى أبناء مصر مثلا موجودين في دولة زي فرنسا ياخدوا هذا الفيديو ويتجهوا إلى مثلا إلى صحفيون بلا حدود، بيسموها جورناليست سون فرونتيير اللي هي فرنسا على سبيل المثال، ويوروا قد إيه إن هذه القناة العميلة بتنشر مواد غير او بتبص اخبار غير حقيقيه، هدفها ان هي تنزل الضرر بالامن القومي المصري. هنا ممكن ان تتخذ ضد هذه القناه اجراءات قويه جدا بتصل الى حد المنع. يعني ممكن ناخد منهم قرار، او على الاقل ناخد الراي العام في هذه الدول معانا ضد هذه القناه، لانه ده اعتقد ان ينبغي ان يقوم به ابناء الجاليه المصريه في الخارج، ليشعر نفس الدول اللي عايشين فيها ان ابناء الجاليه هم الذين يحاربون عن بلدهم او يدافعون عن بلدهم، وليس الدوله فقط. عشان احنا عارفين طبعا الشائعات التي تصدر، وان البلد الناس مش مع الدوله وخلافه. اعتقد ده مهم جدا، هيكون لهم دور في غايه الاهميه في هذا الاطار، ان يرتبطوا حتى بقضايا الدوله اللي عايش بلدهم الام. حضرتك شايف قد ايه الدور اللي بتقوم بيه وزاره الهجره والمصريين في الخارج، لان هي تضم ولادنا اللي في الخارج كلهم، تبقى ربطاهم طول الوقت وتبقى محسساهم بانه انتوا مش بعيد عن بلدكم، انتوا ممكن تكونوا بعيد بس باجسادكم يعني، لكن انتم برضو موجودين في قلب الوطن، ودايما متابعينكم ومتابعين اخباركم، ودايما حريصين على حل كل المشاكل اللي ممكن يتعرضوا اليها.
طبعا ده في غايه الاهميه، خاصه احنا بنبني بلد جديده دلوقتي، عندنا مدن جديده، عندنا امكانيات جديده، عندنا النهارده هنكون احنا غاز المتوسط، احنا المركز الرئيسي لهذه المنطقه، هنكون عندنا عواصم جديده. اعتقد ان احنا ممكن نستغل بعض هؤلاء الشباب الموجودين في الخارج من خلال اعمالهم ان هم يساهموا في هذه المناطق، عندما يزوروا هذه المناطق او حتى يعملوا فيها لمده سنه او سنتين بالاتفاق مع اماكن عملهم، اعتقد ان هم ممكن يرجعوا ويوصلوا هذه الصوره برضو لابناء الجاليه المصريه في الخارج. اعتقد مصر بتكبر وهم عندهم خاصه الشباب منهم عندهم يعني ثقافات جيده، وفي كثير منهم تعلموا طبعا افضل تعليم في الخارج، المناطق الدول اللي عاشوا فيها سواء في امريكا في انجلترا في فرنسا او حتى في الدول العربيه طبعا. اعتقد انه ممكن يلعبوا دور كبير في هذا الاطار، يعني ان هم يوصلوا الصوره الى ابناء الجاليه والى اقاربهم واخواتهم واصدقائهم وحتى الى الاجانب اللي عايشين معاهم، يخلوهم يجوا مصر، ان السياحه تعتبر كمان في نفس التوقيت من اهم مصادر الدخل بالنسبه لمصر. محتاجين اننا نعمل مجهود اكبر كدوله علشان نجذب أولادنا لبلدنا اللي تعلموا تعليم كويس برا أو المثقفين بدرجة كبيرة، محتاجين إن احنا نستفيد في مصر، نجذبهم لبلدهم مصر ونستفيد بخبراتهم. صحيح طبعا ده مهم جدا، يمكن انا كنت وانا رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط كنا بنرافق السيد الرئيس زيارته في الخارج، كنا بنشوف قد ايه حبهم لمصر وحبهم للرئيس، بس ما كانوش، كنت بقول لهم يا جماعه في اهم من ان انا ارفع العلم وان انا اقول مرحبا بكم وابدي فرحتي وتأييدي بس في الوقت اللي زار فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي البلد، لكن المفروض انتوا كجاليات مصريه وده اللي بيحصل بقى دلوقتي او بتعملوا وزاره الهجره ان يكونوا على دعم متواصل للبلد، مش بس فقط خلال زيارات الرئيس، لا ومن خلال ايه بقى؟ من خلال تحويلات المصريين في الخارج ان تزيد، من خلال ان هم يبداوا يشتروا في المدن الجديده التي تقام، من خلال شراء المصانع التي يعني شفنا النهارده في مصنع تكرير البترول الذي يقام حاليا هيعمل نوع من انواع الاكتفاء الذاتي، احنا كنا بنستورد كل المشتقات البترول دي من الخارج، كانت بتكلفنا مليارات مئات المليارات وكانت بتدمر الاقتصاد المصري وبتخلينا عارفين نعمل لا مستشفى ولا نعمل مدرسه ولا نعمل طريق ولا نعمل بنيه تحتيه ولا نعمل صناعات وطنيه في مصر لكي نستطيع ان احنا يكون عندنا قاعده صناعيه، كل ده كانت بتلتهم هذه الصناعات اللي كانت ممكن نعملها وما بنعملهاش، فاعتقد ان هم ممكن كمان يساهموا فيها من خلال ما يملكون من خبرات في الخارج. تمام، احنا محتاجين نقدم لهم ايه اكتر علشان يرجعوا لبلدهم او يفهموا بلدهم بالشكل الصح، او ان هم يحسوا بانه مصر بتتغير ومصر بتتطور ومصر بتجري في الطريق ومحتاجينهم معانا. يعني لازم مهم جدا طبعا ان يكون هناك نوع من انواع تنظيم الرحلات الى مصر، لما الانسان بيشوف بعينه غير بتختلف، يعني مثلا عندي جوز اختي كان قبطان كان بيمشي من قناه السويس زمان عندما كانت طريق واحد، فكان بيسمع ان هي دي نوع من انواع الترعه وكلام من ده، لما جه مصر هنا وزار وشاف القناه قال لك انا كنت بقف 5 ساعات الناحيه دي وخمس ساعات 10 ساعات، دلوقتي القناه رايحه جايه في الناحيتين، الانسان لما بيشوف بعينه غير اما بيسمع غير اما بيسمع من كلام الشائعات السيئه، لكن لما بيشوف بعينيه ويشوف على ارض الواقع اللي بيحصل. حضرتك شايف ان احنا ان كدوله محتاجين نقدم لهم دعوات علشان نجيبهم يقضوا مثلا اجازه هنا او نعمل مؤتمرات اكتر فنقدر نجيبهم نعمل لهم دعوات لمصر؟ طبعا، ويا ريت يكونوا من ابناء الجيل الثاني او الثالث، الجيل الثالث كمان التي خلاص دلوقتي الجيل الثالث هو اللي كبر على فكره، دلوقتي كلهم الجيل الثالث بقوا في داخلين في الثلاثينات دلوقتي، يعني الجيل الثالث ده مهم جدا لان ممكن جدا كمان الجيل الرابع يروح منك، لانه اغلبهم كمان بيتزوجوا من 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 مقيمين يعني من اجنبيه من الدوله اللي عايشين فيها، فممكن جدا الثقافه بتاعتهم تروح خالص، اعتقد انه مهم جدا المؤتمرات تزيد، الدعوات هنا في مصر تزيد، ان احنا نعمل لهم رحلات منخفضه التكاليف، لكن برضه الناس بتعتقد ان الناس في الخارج او المصريين في الخارج او حتى اللي عايشين في امريكا المواطنين دول ناس اغنياء، لا لا على الكلام ده، الدول دي بيبقى الناس يا دوبك بتشتغل واللي بتشتغل بيه يا دوبك مكفيها ومقضيها، يعني عشان الناس بس الناس تعرف في تفكير غلط بيعتقدوا ان الناس بره عايشه في رغد من الحياه والدنيا غاليه والدنيا كلها ثراء وكلها فسح وكلها الاشياء اللي بيشوفوها في التلفزيون. حضرتك يا استاذ علاء عارف اللي ما يعرفش بقى، يعني اللي ما يعرفش بيقول اي حاجه، يعني هم ما جربوش العيشه بره، ما جربوش الغربه، مهما ان كانوا قاعدين هناك ومبسوطين او مرتاحين او بيكسبوا او بيتعلموا كويس او اي حاجه، فهم الغربه برضو صعبه. طبعا الغربه صعبه، وازاي هتقدري ان انت توريهم ان الغربه صعبه عندما يزور الجيل الثالث
البلد الام مصر هنا، يزور مصر، لان اللي بيزور مصر مره غصب عنه بيحصل له حنين غير طبيعي. وانا عندي بقول لسعادتك قرايب كتير جدا في الخارج وزاروا الجيل الثالث زار مصر، اصبحوا النهارده يقول لك الله ايه الجمال ده، ايه شرم الشيخ بجمالها، ايه الساحل الشمالي بجماله، ايه اسكندريه، ايه الغردقه، ايه مرسى علم. يعني بداوا النهارده يشعروا ان احنا عندنا في مصر كمان حاجه مش موجوده في اي دول العالم، وهي ان انت الشواطئ بتاعتك تستطيع ان انت تقضي فيها الصيف، وبعد ما الدنيا كلها تبقى شتاء في كل دول العالم او في اغلبيه المنطقه تستطيع ان انت تنزلي تحت بقى في مرسى علم وفي الغردقه وفي شرم الشيخ وفي لا خلاص انت وشلحين. انت حضرتك عندك دلوقتي العلمين الجديده شغاله، هتبقى شغاله ان شاء الله صيف صيف شتاء، وحاجة عظيمة جدا جدا جدا، يعني مدينة متكاملة، وأعتقد أبنائنا في الخارج هتعجبهم جدا لأن فيها كل حاجة، فيها كل حاجة. بس على فكرة الإسكندرانية هم بقى اللي هيحتلوها، لأن الإسكندرية اكتظت بسكانها، والإسكندرانية شافوا أن ده البديل بتاع اسكندريه. اسكندريه طبعا حضرتك بتزوريها وعارفه اصبحت مكتظه بسكانها، واصبح الجميل فيها فقط هو الكورنيش، لكن ورا الدنيا اتزحمت بطريقه غير طبيعيه، واصبحت زي ما بنقول عشوائيات، يعني قضت كمان على جمال اسكندريه في الجزء الوراني. ما بنتكلمش على الكورنيش وجمال البحر وخلافه، الجزء الوراني. لكن العاصمه العالمين الجديده معموله بطريقه ان هي ليها ثلاث طرق، كل طرق من هذه الطرق ليها يعني مهمه معينه. الاولانيه اللي هي الكورنيش الاساسي، اللي هو الكورنيش اللي الناس هتمشي عليه وتركب فيه عجل وتمشي فيه، وبعدين جزء ثاني للعربيات زي بتاع اسكندريه، وجزء ثالث بقى الطريق السريع اللي بيربط كل الساحل الشمالي ببعضه، والمنطقه دي بقى اللي هيكون فيها الاسكان اللي هو المتوسط والشعبي، ويكون فيها المصانع والزراعات، ويكون فيها التجاره، ويكون فيها الاماكن التجاريه. فعايز اقول انه المصريين في الخارج كمان بيبقى عندهم دخل، وما عندهمش البنوك بره ما بتديش فوائد زي عندنا في مصر، يكون معاهم راس مال وعايزين استخدام هذا الراس مال. لو عرفوا الفرص الاستثمار اللي موجوده في مصر، اعتقد ان هم ممكن في المدن الجديده دي، هم بيشتروا على فكره، يعني عايز اقول لحضرتك يمكن 50% من البيع اللي موجود اغلبه من المصريين في الخارج. يعني عندما يستثمر بيستثمر هنا في العقارات في مصر، بيحبوا مصر وكل حاجه، لكن مهم جدا كمان ان هم يستثمروا في الصناعات الجديده، لان يعني مصر تتجه ان تكون دوله صناعيه وليست فقط دوله تجاريه او دوله خدميه. تمام، بنشكر حضرتك جدا استاذ علاء حيدر الكاتب الصحفي. الحقيقه مبادره تتكلم مصري لابنائنا في الخارج مبادره مهمه، مبادره قويه، محتاجه الدعم اكتر. سياده السفيره نبيله مكرم دايما بتعمل حاجات كويسه، ودايما بتعمل حاجات قويه، ودايما حريصه على ابنائنا في الخارج ان هم يعرفوا بلدهم صح، وان هم يقدروا يعرفوا بلدهم صح لما يتكلموا مصري، لما يحسوا بينا، لما ييجوا يقعدوا معانا، لما يبداوا يبقى في ان هم حريصين على ان هم يقضوا على الاقل اجازتهم السنويه تكون في مصر، لان هم لو جم مره مش هيقدروا ان هم ما يجوش تاني. مصر مصر فعلا بلد حلوه، بلد جميله، احسن بلاد الدنيا، مهما سافرت ومهما شفت حقيقي مش هتلاقي احسن من بلدنا، وده كلام بجد مش اي كلام يعني. ومصر فعلا بتتغير، وهم لازم يشوفوا مصر الجديده، يعني ابنائنا في الخارج لازم يشوفوا مصر الجديده، ومش هيشوفوها من خلال تلفزيون او انترنت اكتر ما هيشوفوها غير لما يجوا ويشوفوا كل حاجه بتتطور، وكل المدن الجديده اللي بتتعمل، وكمان كل المشروعات اللي بتقام على ارض مصر لازم يشوفوها بعينيهم علشان يعرفوا ان مصر فعلا تستحق ان هم يجوا يقيموا فيها مرة تانية. دي كانت جولتنا الإخبارية النهاردة ليوم الخميس. بعد الفاصل عندنا الحقيقة معنا فقرتين النهاردة، إن شاء الله نقدر نقدم لكم من خلال فقراتنا معلومات مهمة. هنكلمكم عن التغذية وأهمية التغذية، وكمان هنكلمكم عن الإعلام والدور اللي بيقوم بيه الإعلام. كل ده هنتكلم فيه بعد الفاصل، استنونا.